السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة هيكون بخصوص تثبيت وتفعيل برنامج الأفاست انترنت سيكيورتي. طبعا برنامج الأفاست كلنا عارفينه اللي هو برنامج الحماية من الفيروسات. هتعلم ازاي نثبته على الجهاز وازاي نفعله. قبل ما أبدأ في الشرح هتكون طبعا اللينك بتاع البرنامج موجود تحت الفيديو اللي انت بتتفرج عليه حاليا، وهيكون كمان موجود اللينك بتاع التفعيل او المفتاح بتاع التفعيل بتاع البرنامج، تمام؟ وكمان هيكون موجود البرنامج والتفعيل على الجروب بتاعنا على الفيسبوك اوريجينال سوفت وير، وكمان على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك اوريجينال سوفت وير، تمام؟ بعد ما تحمل البرنامج هيكون عندك بالمنظر ده، دي ايقونه البرنامج وده ملف التفعيل. هنروح نثبت البرنامج، هندوس عليه مرتين. هيظهر لنا الشكل اللي احنا شايفينه دوت، هنستناه لحد ما يخلص تحميل او الدايره دي تخلص، الدايره اللي بتلف زي ما احنا شايفينها دي. تمام، زي ما احنا شايفين ظهر لنا الواجهه هنا بتاعت البرنامج باللغه العربيه. لو انت عاوز تثبت البرنامج باي لغه غير اللغه العربيه هتيجي هنا تختار تدوس على كلمه العربيه دي، تمام؟ هيفتح لك كل اللغات اللي موجوده جوه البرنامج. انا مثلا هخليه انجليزي فهختار من هنا انجليش، هدوس عليها مره واحده هيتحول البرنامج معايا بالانجليزي، تمام؟ عندنا هنا اول اختيار هنا بيقول لك ان انت هتثبت البرنامج في النسخه الكامله او النسخه المدفوعه، الكلام ده لو انت معاك سيريال، وطبعا احنا ما عندناش سيريال فمش هنختار اول اختيار، احنا هنختار الاختيار الثاني اللي هو 30 يوم او النسخه التجريبيه، تمام؟ طبعا احنا هنثبته 30 يوم وبعد كده هنروح نفعله بملف التفعيل. هنعلم على ترايل او التجريبي، تمام؟ كده ندوس على ريجولر انستوليشن. تمام، هنا بيعرض عليك ان انت تثبت جوجل كروم لو مش عندك على الجهاز، فطبعا انا مش محتاجه في حاجه. لو انت عايزه هتسيب علامات الصح، لو انت مش عايز جوجل كروم ومثبته اصلا هتشيل علامات الصح من هنا، تمام؟ بعد كده تدوس على كونتينيو. بعد كده تدوس على كونتينيو تاني. هيبدا معانا انستولينج ذا برودكت، زي ما احنا شايفين هنا بيبدا يثبت نسخه الافاست انترنت سكيورتي على الجهاز في شكل او من خلال النسخه التجريبيه. طبعا احنا بعد ما يخلص تثبيت هنفعل البرنامج، لكن طبعا لازم نستنى ليه لحد ما يخلص التثبيت. زي ما احنا شايفين هو هنا بيحمل التثبيت على الجهاز. تمام، هو قرب يخلص خلاص اهو. تمام، زي ما احنا شايفين خلاص قال لك كومبليت انستليشن كومبليت، هندوس على كلمه دون. كده هو خلص تثبيت البرنامج، هيفتح معانا اوتوماتيك على طول. زي ما احنا شايفين هنا في ايقونه البرنامج، وهنا الايقونه السيف زون. السيف زون دوت بيبقى زي متصفح امن شويه غير اي متصفح انت بتستخدمه، عشان لو عندك مثلا اكونتات بنكيه او مثلا عندك حاجات انت مثلا اكواد خاصه بيك لشركات او لبنوك انت بتستخدمها، محدش يسرق الحاجات دي منك، تمام؟ هنيجي هنا على البرنامج، هنا بيظهر لك على طول الفاير وول بتاع البرنامج، تمام؟ هندوس على اوكي، بعد كده ندوس على اسكيب، تمام؟ زي ما احنا شايفين بيقول لك يو ار نوت يو ار ان بروتكتد، انت غير محمي، تمام؟ هو هنا محتاج طبعا التفعيل، بيقول لك اكسبارد، تمام؟ فاحنا هنروح نفعله دلوقتي. Scan has been completed. هنيجي هنا على سيتنج، تمام، وبعد كده هنروح على سبسكريبشن وهنختار من هنا انسيرت ليسنز فايل، وهنختار ملف التفعيل اللي احنا حملناه طبعا اهو ليسنز، وهنيجي ندوس على اوكي او اوبن، وبعد كده هيعمل لودنج معانا. طبعا هو هنا بيدخل ملف التفعيل جوه البرنامج، هنا هندوس على يس، تمام، قال لك ثانك يو، خلاص كده تم تفعيل البرنامج. هندوس على اوكي، هترجع هنا هتلاقي ان التحذير اللي كان موجود هنا كان لونه احمر اختفى وقال لك everything is good، كل شيء على ما يرام او كل شيء شغال بشكل كويس، تمام. طيب هنا في الواجهه زي ما احنا شايفينها هنا كويك سكان، لو دخلت عليها تختار السكان اللي انت عايزه، تمام، او هيعمل معاك سكان على طول، تمام، فانا مش عايز اوقف السكان دلوقتي، ممكن اختار من هنا نوع السكان اللي انا عايزه، تمام. لو رحت على ستاتيوس تاني الواجهه الرئيسيه بتاعت البرنامج، هنا براوزر كلين اب، ده بينظف المتصفحات بتاعتك من ملفات الكوكيز وملفات الزياده اللي بتهنج لك المتصفح، تمام. عندنا هنا اد، لو دوسنا عليها هيقول لك انت عايز تضيف ايه في الخانه دي، فانا هضيف الفاير وول مثلا، اختار مثلا الفاير وول، تمام. بعد كده هنا لو انا عايز اغير اي واحده من دول بدوس عليها كليك يمين،
تمام، وبختار change shortcut وهخليها مثلا virus cheat virus chest، تمام، اللي هي المكان اللي بتحجز بيه الفيروسات. خلاص كده عندنا اهم حاجه هنا في الفاير وول برضو عايز اوضحها للناس. لو دخلت على الفاير وول تمام، هتروح هنا على سيتنج وهتخلي هنا ديت اسك، هتخليها اسك، تمام، هتخليها اسك عشان لو في اي اختراق على جهازك او في اي مثلا سيرفر شغال او اي ملف مش كويس على الجهاز وبيحاول يشتغل، الافاست يمنعه او يوقفه. تمام كده دوس على اوكي. لو عايز تعمل ابديت للبرنامج طبعا بتروح على سيتنج ومن سيتنج تختار ابديت، تمام، هنا بتعمل ابديت للداتابيس بتاعت البرنامج، هنا بتعمل ابديت للبرنامج نفسه عشان لو في اصدار جديد ولا حاجه نزل تبدا تحدث البرنامج بتاعك. فانا هفترض مثلا انا هعمل ابديت للداتابيس بتاعت البرنامج، هدوس على كلمه ابديت، تمام، هو هنا مش محتاج ابديت لان هو يعني احدث حاجه خلاص، الداتابيس بتاعته از اب تو ديت، يعني معمول لها اخر تحديثات. لو انا عايز اشوف التفعيل بتاعي معايا كام يوم او فاضل قد ايه، بروح على سبسكريبشن، هلاقي هنا مكتوب معايا 758 يوم، تمام، 758 يوم اهو مكتوب لك هنا سبسكريبشن انتيل او تيل لحد 30/7/2016، تمام. بعد كده ادوس على اوكي، خلاص انت كده مفعل البرنامج بتاعك. ده كده كان بالنسبه لتثبيت برنامج الافاست انترنت سكيورتي وتفعيله، تمام. اتمنى الناس تكون استفادت معايا، يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم. ما تنسوش تعملوا لايك على صفحتنا على الفيسبوك اوريجينال سوفت وير، ده دايما اسمها موجود قدامكم على الشاشه، او سبسكرايب على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.